هل هذه الأزمة من الممكن أن تفضي فعلا إلى عدم دخول ترامب للسباق الرئاسي؟ لا، هل هو سيبقى يعني سيبقى بالسباق الرئاسي؟ وانا استبعد يعني ان لا تدخل المحكمه العليا الامريكيه الفيدراليه على الخط وتصدر حكم. يعني الموضوع يعني هو هذا الذي يستندون، الموضوع واهي قانونا يعني ضعيف قانونا، وللاسف يعني يعزز مفهوم تسييس القانون في امريكا. طيب لو استخدمنا مصطلح ماذا لو، ماذا لو خرج ترامب أو لم يلحق بهذا السباق الرئاسي، من الذي سوف يكون خلفا لترامب؟ هل هو ديسانتس ولا أحد آخر؟ يبدو أن الأقوى هو نيكي هيلي، يعني يبدو، وهذا هذه هي المرشحة، يعني يبدو أنه هناك الكثير من الحزب الجمهوري يعني يدعمونها. ولكن يعني اعتقد انه اذا خرج من المعادله ترامب، يعني سيكون عندنا مشكله كبيره في هذا البلد. سيكون استفزاز لقاعده جمهوريه كبيره، وتفتح البلد على مشاكل كثيره. طيب فيما يتعلق بينا احنا بقى بقضايانا العربيه، كيف يرى دكتور احسان الخطيب هذا السباق الرئاسي؟ يعني اذا استكمل ترامب مساره في هذا السباق، اظن وصححني لو انا غلطان، فسوف يكون هو الرئيس الفائز بمقعد الولايه القادم في واشنطن والمكتب البيضاوي. الى اي مدى قد يكون هذا مكسبا او خساره للقضيه العربيه؟ انا يعني اعتقد، شوف، ان كل الجانبين يدعم اسرائيل بشكل كبير، ولكن الحزب الديمقراطي هناك فئه كبيره منه تعادي الخليج العربي. الحزب الديمقراطي يعني تعادي الدول التقليديه المحافظه في الخليج العربي، تعادي النفط، فعنده موقف سلبي من الدول العربيه. تاريخيا امريكا توازن بين الخليج العربي واسرائيل، يعني تقول عندها مصلحتين، النفط، الخليج العربي واسرائيل. ولكن الحزب الديمقراطي يعني عنده مشكله مع النفط، عنده مشكله مع الانظمه التقليديه في الحاكمه في الخليج العربي، وعنده موقف سلبي. لا، انا اعتقد لو كان ترامب في الحكم لكان اختلف التعاطي مع موضوع غزه. لا اعتقد كان سيكون مندفعا بهذا الشكل كما الحزب الديمقراطي وبايدن. أشكرك جدا دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ولاية كنتاكي الولايات المتحدة الأمريكية، كل الشكر.